تسوق الشاشة هنا على تقاطع إبشار الخور لأي شيء، بل تعلن عن قدوم الظلام من جديد. لا وجود لإشارات أمل في الأفق، وإشارات المرور تعطلت بشكل كامل. أما توثيق أي حدث أمني فهو غير وارد. نحن كمطارات كمان عم نوصل لمرحلة أنه ما رح نكون قادرين ندور ساعات تغذية بالشكل المطلوب. ساعات التغذية رح تنخفض على الأكيد، والأسعار رح ترتفع كمان على الأكيد. طول ما عم يرتفع سعر المازوت على المولدات، الأسعار رح ترتفع. سيتوقف هدير هذه المولدات قريبا. ساعات التقنين إلى زيادة، فسعر المازوت قفز من 800 دولار إلى أكثر من 1100 دولار. نحن بسبب غياب وعدم تطبيق القانون 462 وتشكيل الهيئة الناظمة، وعدم الاعتماد على طاقات بديلة ومتجددة، وعدم كمان اعتماد كفاءة الطاقة اللي هي كمان أساسية، فاتورة الكهرباء مرتبطة بشكل كتير كبير بالفاتورة النفطية. نحن دولة ما غير منتجة لحد الساعة للنفط والغاز. مشهد مؤسسة الكهرباء كحال التيار الكهربائي. الفيول العراقي الذي يساند القطاع سينتهي خلال شهر واحد، والبلد بأكمله متروك لأصحاب المولدات الخاصة. نتيجة الحلول المؤقتة لأزمة الكهرباء ستعيد نشر الظلام في المناطق اللبنانية، والنور لن يعود إليها بحسب خبراء إلا إذا أطلق الضوء الأخضر لمحاسبة المسؤولين المرتكبين في هذا القطاع واسترجاع أمواله المنهوبة. حسن خريس، صوت بيروت انترناشونال.